وينضم إلينا من الإسكندرية من مقر إقامة المنتدى محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك محمود. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، أرحب بكم من مدينة الإسكندرية حيث يعني يعني محمود، يعني هذا اليوم المميز لمدينة الإسكندرية احتفالا بالمنتدى العالمي، الاحتفال باليوم العالمي للمدن بالتأكيد بيحمل موضوعات مختلفة ومتميزة، تطلعنا على تفاصيل المؤتمر وأجندة المؤتمر. يوم هام في مدينة الإسكندرية التي تستضيف هذا الحدث العالمي الذي يتم تنظيمه في نهاية أكتوبر من كل عام. فهذا الحدث الذي بدأ اليوم هو اليوم العالمي للمدن التي تستضيفه مدينة الإسكندرية، والذي يهدف إلى يعني تعزيز العمل على فكرة التوسع الحضري ومواجهة التحديات المناخية واغتنام الفرص أيضا والعمل على مواجهة هذه التحديات في المدن المختلفة خاصة المدن الساحلية. هذا اليوم بدأ بكلمة افتتاحية بالطبع هامة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد فيها على أن مصر تخطو نحو القضايا التغير المناخي ومواجهة التحديات المناخية، وأكد أيضا على أن مدينة الإسكندرية تحديدا يعني حدث بها العديد من المشروعات التنموية والحضرية، وأكد على أن مواصلة مصر في هذه القضية الهامة والعمل على العديد من المشروعات المتعلقة بالتوسع الحضري، وأكد أيضا على مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام لتشجيع الأجندة الوطنية الخاصة بالاستدامة للتنمية المستدامة والمشروعات الحضرية المختلفة. اليوم يشهد أو شهد العديد من الجلسات المتنوعة التي يشارك بها عدد كبير من الخبراء، نتحدث عن أكثر من 1500 مشارك من 30 دولة مختلفة يشاركون في هذا الحدث العالمي لمناقشة الرؤى والأفكار التي تهدف إلى الوصول إلى الإجراءات المطلوبة للتحديات المناخية في هذه الدول، والخروج أيضا ببعض التوصيات للعمل على هذه التحديات خاصة بمشاركة الشباب. فهذا أو هذه النسخة التي تأتي في مدينة الإسكندرية هي تأتي بمشاركة شبابية كبيرة جدا، نتحدث عن أن عنوان هذا اليوم في مدينة الإسكندرية صناع التغيير، صناع التغيير المناخي من الشباب، تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية. فهناك أيضا مشاركة من الشباب وبعض الجلسات التي تستفيد من الرؤية الشبابية في العمل المحلي لقيادة المدن نحو التحضر. أيضا كان هناك جلسة خاصة بآليات العمل والتنسيق والتعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام وضخ العديد من الاستثمارات من أجل أيضا الاستدامة الحضرية في المتعلقة بقضايا المناخ. بالتأكيد هناك أيضا عدد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي تقام في مدينة الإسكندرية على هامش هذا اليوم العالمي الذي بالطبع يأتي استعدادا لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في 4 حتى 8 من نوفمبر القادم، وأيضا يؤكد على ريادة مصر الاستراتيجية في مسألة السلام والتنمية الحضرية. وأيضا مصر هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر هذا الحدث بعد استضافته في مدينة الأقصر عام 2021، وهذا يؤكد على الدور الاستراتيجي الهام لمصر في المنطقة وخاصة القارة الإفريقية في التعاون الدولي، ودليل أيضا على الإشادة والتقدير الدولي بالتجربة المصرية نحو القضايا المتعلقة بالاستدامة الحضرية ومواجهة التحديات المناخية. الآن الجلسة الختامية هي التي يعني تتم الآن للخروج بعدد من التوصيات والتأكيد على الاستمرار والتعاون بين الدول ومصر في مواجهة التحديات المناخية. إذن متواصلون معك محمود جميل خلال النشرات المقبلة بإذن الله لمعرفة التوصيات الصادرة عن هذا المنتدى. أشكرك جزيل الشكر محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من الإسكندرية.